السلام عليكم، معكم أسمر الجزائري. اليوم راح نبداو مباشرة في المشروع نتاعنا، وراح نوصف لكم كل شيء ونعطيكم كل شيء بالتدقيق على المشروع تاع المحاجب. أنا عندي كيلو نتاع دقيق اللي هو دقيق الرطب، يعني الدقيق الناعم اللي شيتو بالميزان. هنا في هذه الكيفية أخذت لي كيلو نتاع دقيق يكون ناعم، اللي كي يلتهجتني 3 كيلات يكونوا معمرين. 3 كيلات دوكا انتم شوفوا الكيلة تاعكم اللي استعملوا، حبيتوا تكثروا كمية ديروا كيلة كبيرة، حبيتوا تقللوا الكمية ديروا كيلة صغيرة. أنا الكيلة هذه خذت لي كيلو، 3 كيلات خذوا لي كيلو بالتمام، وزدت معاهم 4 كيلة نتاع الفارينة اللي حطينا العلك في هذا السميد تاعنا. وفي كل كيلة راح نحط ملعقة صغيرة نتاع الملح، في كل كيلة راح نحط ملعقة صغيرة نتاع الملح. وهنا راح ندير الماء بالتدريج باش نبدا نعجن فيها. انا اخذت لي كيلة الاولى نتاع الماء لان نحط غير بشوية ونبدا نعجن في العجين نتاعي. كملت الكيلة هنا كما راكم تشوفوا. هنا نحاول برك بالتقريب باش نمد لكم، اخذت لي ماء فقط كما راكم تلاحظوا، درت كيلة مع الاول وزدت نصف كيلة. وهنا راني نعجن فيها ولا راني نضم في العجين نتاعي. هنا كم حوالي اخذت لي هنا الماء حوالي واحد زوج كيلات نتاع الماء، ولكن انتم عندكم هي ميزانكم بحسب الدقيق اللي عندكم. بالك تبعوني كمان نحط الماء، نقدر نقول لكم زوج كيلات والماء تاعكم ياخذ كيلو ونص، نقدر نقول لكم كيلو ونص والماء تاعكم ياخذ زوج كيلات ونص. هنا نحطها على طاوله العمل كما راكم تلاحظوا ونبداو ندلكوا في الدقيق تاعنا. شوفوا هنا ماذا بيكم كنصيحه اشتروا ذلك الدقيق اللي يكون رطب ويكون صفر ويكون نوعيه جيده، حتى كشتو يخشين غربلوه بالغربال باش عليك تعود تخدموا في الديول في المسمن تاعكم ولا هذا المحاجب تاعكم رايحين يعطوكم الطوع وما تقطعوا لكمش. احنا علاه استعملنا الفارينة فيها؟ الفارينة هي حتزيد لكم كمية العلك، يعني تولي مطاطية اكثر واكثر، ولكن ننصحكم انكم ما تكثروش الفارينة فيها. كما راكم تلاحظوا كيفاش راني ندلك فيها. ومدى بكم كنصيحه كذلك انكم العجينه نتاع المسمن ولا العجينه نتاع المحاجب ما تجروهاش بزاف، يعني خلوها شويه تشوفوها حكمه روحها، يعني شده روحها. وراكم تلاحظوا كيفاش راني نفتح في العجين نتاعي ونخليها على تجي شكل مستطيل طويله هكذاك، ونعاود نطبق لها الحواف نتاعها ونعاود ندلك. شوفوا كيفاش انا دلكتها لمده حوالي واحد الخمس دقائق، هذه مدة الدلك نتاعها، خمس دقائق وانا ندلك فيها بهذه الطريقة. نحلها على شكل مستطيل، نغلق الجوانب كما راكم تلاحظوا ونطويهم الجهة اليمنى على اليسرى، ونتحصلوا شغل على شكل مربع على مستطيل شوية طويل، ونعاود نفتح. لاحظوا شوفوا كيفاش. هذه هي الطريقة المليحة اللي تعجنوا بها المسمن تاعكم ولا المحاجب. أنا راح نجيب كيس بلاستيكي وتبعوا معايا هذه الخطوات جيدة. كان كل واحد كيفاش يقول لك، كان يقول لك دير لها الماء سخون دافي وخلوها ترتاح، كان يقول حطها في الماء دافي وخليها ترتاح. انا حطيتها في الماء دافي وخليها ترتاح، وفي الكيس رشوا بشويه تاع الماء باش ما تلصقش مع الجوانب وتكون اطريه. دوبليت الكيس، يعني درت جوج كيس على خاطر باش ما يدخلليش الماء لداخل، ونحطها في صحن جانبي يكون غامق ونحط فيها الماء يكون دافي. الماء يكون دافي خلوها ترتاح حوالي واحد النصف ساعه وعاودوا رجعوا ليها. هاكو تشوفوا هنا كان عندي الماء مغلي من قبل ولا سخون، وحطيته عليها وغطيته كما راكم تلاحظوا من الفوق بالماء يكون سخون. راهو ديجا راهو شغل سخون شويه زياده. وهنا نرجعوا للتكتكه تاعنا ما بين العجين راهي ترتاح. هنا عندي حوالي تقريبا اقل من كيلو تاع بصل، لكم تشوفوا الحبات يكونوا كبار شويه، عندي حوالي واحد الحبات تاع طماطم يكونوا كبار شويه، عندي الجريسان تاع فلفل حار اللي يكونوا متوسطين تقدروا تستغنوا عليهم اذا كنتوا ما تاكلوش الحار، ولا للمشاريع ما ديرهمش في الحار، ولا اللي يحبها كوموند فيها الحار يديروا شويه حار الهريسه يعني. وهنا درت لها سنة تاع الثوم كما تشوفوا قطعتهم كاع مربعات. وشوفوا خذوها كنصيحة من عندي، حطوا البصل هو الأول، بعدها حطوا الثوم، بعدها حطوا الفلفل، بعدها حطوا الطماطيش. ما تحطوش الطماطيش هي الأولى بعد البصل، دوك نقول لكم علاه. حطيت كمية تاع الزيت، الملح وراس الحانوت، هذا واش استعملت توابل، ملح، زيت وراس الحانوت. علاه؟ ونحطها على نار متوسطة ونخليها تتقلى حوالي واحد لمدة تقريبا 10 دقائق هكذاك على نار متوسطة حتى وين يذبل البصل من التحت،
والطوماطيش راهي من الفوق ما حركتهاش. علاه؟ دائما نقول لكم الحل يعني نفسر لكم علاه، لانه لو كان حطينا الطوماطيش من تحت والبصل من الفوق راح البصل ما يطيب لكمش مليح وراح يقعد لكم يتغصغص. ولكن لازم نحط البصل من تحت وبعد نحطوا الفلفل ونحطوا الثوم وبعد نحطوا الطوماطيش من فوق ونخلوها وما نحركوهاش لمده 5 دقائق. بعد راح نلقاو البصل هذاك تاعنا من تحت اخذت قليه وعلى نار هاديه، ما تخلوش نار متقاويه على خاطر راح يتحرق لكم. ومن بعد نبدا نحركوا فيها وزلها الطماطم المصبره كما كتشوفوا تاع الباطا ونخليها حتى وين تنشف تماما من الماء تاعها كما راكم تلاحظوا. وهنا تكون راهي واجده معنا هذه الحشوه ونحطوها جانبا وذوقوها لمسوسه زد لها شويه ملح، اذا ماشي مسوسه خلوها كما راهي. هنا نرجعوا للعجين تاعنا بعد مرور تقريبا حوالي 45 دقيقه حتى نصف ساعه ما بيت الحشوه تاعنا تكون بردت وراح تبرد، لازم الحشوه تكون بارده. نعاود نرجعوا للعجين تاعنا وننحوه من هذاك الماء، وما لازمش العجين تاعكم هنا يلامس الماء. شوفوا العجينه تاعكم كيفاش ترتاح وتجي مطاطيه وطويله وتتكسل وحده وحده. عاودوا زيدوا دلكوها مده 5 دقائق فقط. انا هنا راه تحت الفيديو راني نكتب لكم التسعيره تاع الخضروات وتاع العجين تاعنا وشحال راح تجيكم التكلفه تاع العجين، وفي الاخير راح نقول لكم شحال رايحين نبيعوا الحبه تاع المسمن نتاعنا ولا حبه تاع المحاجب نتاعنا. هنا راح نجيبوا الزيت ونسلكوا هذيك العجين تاعنا، تهز خليتها تحت شويه لاني ما كنتش مزروب بها. يعني بعد ما عجنتها العجينه الدوزيام يعني دلكتها 5 دقائق اخرى وخليتها ارتاحت وكنت دهنتها بالزيت. هنا نرجعوا للعجين تاعنا ونبداو نشكلوا فيها كويرات صغيره. على بالي راح تقولوا بلي هضرت بزاف وكذا وكذا وكذا، ولكن انا نهضر باش نفهمكم باش نوصل لكم معلومه رسانكم باش نرسخها لكم في الذهن تاعكم وتكونوا حافظين ولا على بالكم بعض المعلومات اللي يكونوا غايبين عليكم. هنا رايحين نشكلوا كويرات. شوفوا هنا المحاجب تاعكم، تحبوا تكبروهم كبروهم، تحبوا تصغروهم صغروهم، يعني انتم والحجم اللي راح تخدموا به المحبه نتاع المحاجب تاعكم. المهم ما تكونش صغيره بزاف وما تكونش كبيره بزاف. كون تكون صغيره بزاف يعني راكو ديتوا حق الناس، واذا كانت كبيره بزاف كذلك رايحين مش تخرجوا فيها فايده مليحه. هنا كما راكم تلاحظوا راني نقرص فيهم وراني نخرج فيهم هذوك كويرات نتاع العجين نتاعي. حوالي الوزن نتاعهم حوالي واحد 200 غرام في كل وحده ولا 150 غرام 170 هكذا يخرجوا ابيبري. وندهن كل حبه ندهنها ونحطها في صينيه ونخليها ترتاح حوالي 5 دقائق باش من بعد في الحله نجيكم سهله مهله. من الفوق ندهنهم بالزيت وغطوهم بورق الشفاف ولا كيس بلاستيكي، مهم باش ما ينشفوا لكمش هذيك العجين تاعكم وما تكونش في الطبقه تاع ناشفه. هنا جبت ورق الطهي ولا ورق الزبده اللي قطعته على شكل مربع لحوالي 15 على 10، يعني الطول تاعها 15 على 10 او 15 على 15 مهم. وهنا بداو فتحوا فيها كما راكم تلاحظوا. هنا ما تخافوش كتقطع لكم على الاطراف، وشوفوا العجين في الوسط دائما خلوها شويه خشينه في وسط الحبه، خلوها دائما خشينه ونبداو نطوي فيها. هنا كان الدقيق تاعي من نوع العيان، يعني مش الدقيق الاصفر اللي كنت حابه، جابوه لي شغل شويه كحل ماشي اللي كنت باغيه. وشوفوا الاطراف كيفاش طويت الحبه تاعي داخل ورق الطهي ولا ورق الزبده، ونرفدها ونطيبها على الطاوه تاعي تكون مرتاحه متوسطه. هنا حط لها شويه زيت من الفوق ونحطها فوق الطاوه. شوفوا هنا تبعوا معايا مليح، نفتحوا الحبه في الوسط ندهنوها بالزيت، نفتحوها على شكل دائري كما تلاحظوا، نفتحوا لها الجوانب تاعها. ماذا بكم في الوسط تخلوا الشكل تاعها شويه سميك، يعني ما ترقوهاش بزاف بزاف في الوسط. شوفوا في الوسط ما ترقوهاش بزاف، ونحطوا الحشوه تاعنا الداخل تاع هذيك على شكل مربع قد الكارت تاعنا اللي قطعناه ورق الطهي، ونطويو الجوانب. شوفوا الجوانب كيفاش قطويناهم مليح، شوفوا الجوانب من مع الطرف لازم تخلوهم السمكو تاعهم رقيق. شوفوا مليح ايوا هذيك الجهه تكون رقيقه باش كي تدخلوها لداخل في وسط المحبه المحاجب تجيكم حبه المحاجب كامل قد بعضها، ما تجيكمش جهه خارجه وجهه داخله وهكذا. يعني حبيت نسي معكم ثلاث حبات باش تشوفوا مليح. فتحوا الاطراف، يعني قلت لكم انا كان الدقيق تاعي شويه عيان في الوسط، خلوها شويه تكون خشينه يعني ماشي رقيقه بزاف في الوسط باش كي ديروا الحشوه ما تقبلكمش وما تقطعش. اطول الجوانب والجهه الجهه العلويه دخلوه مع بعض كما كنت تلاحظوا وحطوا. ايوه دوك نقولوا لطريقه الطهي تاعنا.
المحاجب دائما اطهوهم على نار تكون متوسطه، يعني ماشي عاليه بزاف وماشي ناقصه بزاف باش تبلكم. حطوها وكي تحطوها على ورقه الطهي يعني حاولوا زيدوا هبطوها شويه باليد تاعكم باش الحبه تاع المحاجب تاعكم تزيد تكبر كما راكم تلاحظوا. ما نرشوش عليها بالزيت كما راكم تشوفوا، ندهنوا يدنا بشويه تاع زيت. شوفوا كيفاش ما نرشوش، ندهنوا يدنا بشويه تاع زيت كما راكم تلاحظوا، ونحاول نمشيوها كامل فوق الحبه تاع المحاجب عليه باش الحبه تاع المحاجب تاعكم تخرج حمراء كامل كما راهي. هنا راني نطيب ونطوي فيها ونقلب فيها، راح تشوفوها باللي بدات تتنفخ وتتبنبن، تعرفوا باللي المحاجب تاعكم ما شاء الله خرجوا هايلين، تخرجوا حمراء ما شاء الله. شوفوا كيفاش، ونحط في صحن جانبي ونبدا نطيب حبه تلو الاخرى. يعني توجدوا حبه، انا كنت كي كنت صور كنت هذيك هو التصوير تاعي، يعني صورت قبل كيفاش كنت نخدم فيهم ومنطوق كنت نطيب، ومن بعد رجعت نصور كيفاش كنت نطيب فيهم. كما راكم تلاحظوا يعني تخلوا حبه تطيب وراكم توجدوا في الثانيه، ما بتطيب الاولى تكون الثانيه وجدت وانتم رايحين. ماشي بعيد عليكم كيفاش تطيب محاجب، ورايحين تبيعوهم على شاطئ البحر ولا تحطوا على عند كش مقهى او فاست فود حتى ما يخدمش المحاجب، تحطوا له هذه المحاجب تاعكم رايحين يشريوا عليكم. كذلك سعر البيع تاع المحاجب تاعكم راهي دوكا السعر الحبه تاع المحاجب راهي دير من 4000 حتى 5000 للحبه، وراهم يبيعوا على شاطئ البحر ولا تقدر تخدم وليداتك وتبيعوا على شاطئ البحر. راهو شوفوا كيف جات الحبه تاعنا مبنبنه نتاع هذا المحاجب تاعنا، راهم يبيعوهم على شاطئ البحر حتى 5000 الحبه نتاع المحاجب، يعني ما شاء الله. وهنا راح نحطهم في طاوله التقديم. ان شاء الله خوتي خياتي يكون عجبكم مشروعنا تاع نهار اليوم اللي طلبتوه مني بزاف بزاف واللي هو مشروع المحاجب. انا هنا بصراحه خدعني الدقيق فقط اللي كان دقيق من نوعيه شويه ماشي شباب، ولكن انتم ماذا بكم تشوفوا ديك الدقيق تاع الميزان نتاع الاصفر اللي يكون شباب يكون مليح يكون نوعيه صفراء. رايحين نقسموا حبه معاكم ونشوفوا المحاجب تاعنا كيفاش جاوا، يبان لكم باللي خشام بصح ولكن معمرين بالتكشوكه تاع هذيك المحاجب. ولا هكذا بصراحه نبغي المحاجب يكونوا معمرين بالتكشوكه وتحسوا بالبنه. اللي يحب المحاجب حارين ديروا نصف الكميه حاره ونصف الكميه ماشي حاره، او شويه موز يعني مايله الحراريه شويه بارد ماشي حارين بزاف. وبالتوفيق للجميع، واي مشروع نعطيه لكم خموا فيه مليح، طلعوا هبطوا الحساب تاعكم راح تلقاو حسابكم باذن الله وراح تنجحوا فيه مليار بالمئه. تهلاو في حياتكم بزاف بزاف، سلام.